ياسين هاشم العلوي، ضربة من علي عليوي و استقبال محمد سعيد، ضربة قوية وإلى خارج، ضربة أخرى، كرات سريعة، ضربة قوية، إرسال واستقبال علي عليوي، إعداد علي جاسم، ضربة قوية، علي جاسم على الإرسال، استقبال محمد سعيد، إعداد حاصل من لاعبين، وضربة من اللاعب المميز حسن الشاقوري يعادل النتيجة الآن، استقبال ضربة قوية علي بن محمد يتابع الفار في هذه البطولة وحاصد جميل ومتابعة علي جاسم وضربة وخطأ من اللاعب علي محمد ونجيب ضربة قوية استقبال سيد محمد وكرة حاصلة جميلة من اللاعب شباب ارسال اعداد ضربة قوية من ارسال سيد محمد سعيد استقبال ضربة ولمستين على اللاعب حسن سيد محمد على الارسال استقبال علي جاسم اعداد علي جاسم وضربة قوية وجملة مركبة جميلة جدا بيكي يتأخر بفارق نقطة محمد سعيد على ارسال استقبال ضربة جميلة سريعة من اللاعب حسن الشاقوري استقبال محمد سيد محمد ضربة قوية ودفاع مستميت من علي عليوي اسقاط من علي جاسم اعداد سيد هاشم وخطر على اللاعب محمد سعيد الذي شرفنا في هذه المباراة ضربة قوية ودفاع مستميت من اللاعب علي عليوي ولكن نقطة لإرسال سيد محمد استقبال حسن الشاقوري ضربة من اللاعب علي عليوي وعد متميز سيد محمد وضربة قوية وفي حوادث الصد وإلى خارج الملعب ضربة قوية وحائط صد أربعتاعش سبعتاعش الآن ضربة قوية وحائط صد جميل جدا ويقترب للجماهير التي حضرت هذا اليوم 4 و23 عليهم الحضور من الباب الخلفي لملعب النادي ضربة قوية من علي عليوي يختم بالشوط الأول بنتيجة 21-16 استقبال حسن الشاقوري ضربة من علي جاسم وفي يوسف سيف معد الفريق ضربة قوية من سيد محمد وحائط صد جميل استقبال سيد محمد العلوي وضربة من اللاعب محمد سعيد نقطة سيد هاشم ارسال ضربة قوية سريعة من اللاعب يواصل التقدم ناس ترافل استقبال سيد محمد سعيد اداء محمد سعيد وضربة قوية وفي حوادث الصد والى خارج الملعب سيد محمد سعيد ارسال استقبال اعداد علي عليوي وضربه قويه ومتابعه سيد
كرات متداولة بين الفريقين وضربة جميلة من محمد سعيد تغالط حوائط الصد ونقطة. سيد محمد سعيد استقبال علي علوي اعداد علي علوي وضربة واستماتة في الدفاع من بيكي وحاسد خرساني يصعد تقدم نايس ترابل علي جاسم على الارسال استقبال سيد محمد اعداد و متابعة من محمد سعيد ضربة قوية من حسن الشاقوري إعداد سيد هاشم وضربة قوية من اللاعب محمد سعيد داخل الأمين العام السيد فراس الحلواتي حادث جميل جدا من بيكي وطبعا في حضورهم ارسال متابعه من محمد سعيد اسقاط حسن الشاخوري وضربه الى خارج الملعب استقبال محمد سعيد ضربه قويه من السيد محمد ضربه مركبه للاعبين سريع و ضربة وتلامس ارسال استقبال سيد محمد اعداد ضربة قوية من السيد محمد العلوي كهربائية 484 ضربة واحد صد علي علوي استقبال اعداد سيد محمد العلوي وضربة قوية تخترق حواف الصد ارسال سيد محمد استقبال ضربة قوية من اللاعب محمد سعيد ارسال سيد محمد استقبال علي علوي وبدون حواف الصد في جملة تكتيكية مركبة نايس ترابل للفوز بهذه البطولة وهو اليوم يثبت نواياه هل يعود فريق ارسال حسن الجداح ضربه وحاد صد من اللاعب علي جاسم محمد علوي على الارسال استقبال حسن شاخوري وضربه سريعه أين يا ترى سيحل هذا اللاعب في الموسم المقبل؟ الجماهير تتساءل ضربة قوية من اللاعب محمد سعيد والتايم اوت وتأخر فريق بيكي ارسال سيد محمد علوي ضربة قوية من اللاعب علي علوي يقدم الهدية للفائز برحلة إلى قطر ارسال سيد محمد سعيد وضربة قوية نرحب رضا عبد الأمير نرحب بالسيد رضا عبد الأمير مدير الزعيم مرحلة الزعيم وضربة قوية ضربة قوية من علي جاسم ينهي بها الشوط الثاني والمباراة واحتفالية فريق نايس ترابل الذي قدم بطولة مثالية و